مركز تفسير للدراسات القرآنية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هدايات قرآنية. وتعدد الأسماء كما يقول العلماء هو دليل على شرف المسمى. هدايات قرآنية. وإذا نظرنا في كتب التفسير بالمأثور من حيث الاختصار أو التوسط أو الإكثار نجد أن هذا الكتاب من الكتب المختصرة. هدايات القرآن. نحفل بهذه الثلة من الباحثين لنجول معهم في روضة علمية حول القرآن وأهل القرآن وسور القرآن. هدايات القرآن. وعلى كل مسلم أن يراجع نفسه في أمر الرحمة. هدايات القرآن. وهذا الكتاب من الكتب القيمة التي أنصح الإخوة المستمعين الكرام بالاطلاع عليها، وقد طبع في مجلد واحد. هدايات القرآن. يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع مركز تفسير للدراسات القرآنية. تفسير. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم هدايات قرآنية. رحبوا بكم وأدعوكم للتنقل معي في أفانين القرآن العظيم مع نخبة من أهل العلم من ضيوفنا في هذا اللقاء، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم. هدايات القرآن. يسعدنا تواصلكم عبر الرسائل النصية على هاتف البرنامج 054-115-1051. بانتظار اقتراحاتكم وأسئلتكم حول العلوم القرآنية وهدايات السور. هدايات قرآنية. حياكم الله مستمعي الكرام، وإلى هذه الفقرة في أفياء السورة. يقدم هذه الفقرة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، حيث يستعرض فيها مع التعريف بالسورة شيئا من علومها. حياكم الله مستمعي الكرام للفقرة الأولى من حلقة هذا اليوم، وفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما عودتمونا دكتور، سورة قريش في هذه الحلقة، ماذا لديكم حول مواضيعها وما تضمنته من مواضيع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا فيما يتعلق بسورة قريش أسماء هذه السورة. طبعا الاسم المشتهر كما هو في كثير من المصاحف وكتب التفسير والسنة، وكذلك مشتهر بين الناس اسم قريش. نعم. لوروده في قول سبحانه وتعالى لإلاف قريش، ولم يقع هذا الاسم في غير هذه السورة، وهذا أحد يعني أسباب تسمية بعض السور، وهو انفراد السورة بذكر لفظة معينة فتسمى به، كما تسمى أيضا سورة الإلاف قريش، كما سبق أيضا التنبيه عليه في أنه يقع تسمية السورة بأول ما ورد فيها. وهذه التسمية وردت في بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وكذلك وردت في بعض كتب السنن مثل صحيح البخاري وكذلك النسائي وغيرهما. فهذان الاسمان اللذان لهذه السورة. نعم. وموضوع السورة كما هو ظاهر من خلال اسم السورة هو تلك القبيلة التي كانت تسكن في الحرم، وهو تنويه بشأنها وأيضا تنبيه لها، لأن ذكر هذه تنويه وتنبيه. يعني تنويه بشأنها لأنهم سكان الحرم، وتنبيه لها بأن هذا سكن الحرم إن لم يقوموا بالحق الواجب له فإن هذا القرب منه لن ينفعهم شيء.
ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالمنة العظمى فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي الرحلة التي كانوا يقومون بها في الشتاء والصيف. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، أي امتن عليهم بالإطعام وآمنهم الذي أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. فهذا الامتنان الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم يرفعه عنهم إن لم يعبدوه سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن كفار قريش بالذات هذه المنن التي أعطاهم لما كفروا برسوله صلى الله عليه وسلم وألحدوا في الحرم، فتغلب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا انتهى يعني مجد قريش وصار المجد للإسلام، ولم يبقى لهذه القبيلة كقبيلة يعني مجد يذكر خاص يذكر بعد ذلك. في قول الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني ذكر هذه المنة لهم دلالاته شيخ من حيث كونه موضوع أو أحد مواضيع هذه السورة. ولا شك أن لو تأملنا ورود الحرم في القرآن نجد الله سبحانه وتعالى ربطه بقضية الأمن وبقضية الاكتفاء بالطعام، وهذا من يعني من نتائج دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو دعا لهذا البيت الذي هو في واد غير ذي زرع بأن يعني بأن يجعل الله سبحانه وتعالى ساكنيه الغناء والأمن، وهذا ما حصل. ولهذا المجاعات التي تحصل على هذه المنطقة هي مجاعات طارئة لا تكاد تذكر، مع أننا إذا نظرنا إلى جغرافية ومكان هذا البيت فإنه ليس مكانا يصلح لأن يذهب إليه الناس أو يكون مأهولا بالسكان، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بواد غير ذي زرع، يعني ليس فيه أي زرع، ليس فيه ما يمكن أن يعني يبتغيه من يريد السكنة، ولكن الله سبحانه وتعالى جلب إليه أرزاق وثمرات كل البلاد. والعجيب طبعا أنه وارد في الزبور الموجود الآن في أسفار بني إسرائيل إشارة إلى هذه القضية في المزمور 84 الحديث عن الحج وعن إتيان أرزاق كثيرة إلى هذا البيت. يعني يمكن مراجعته لمن كان عنده هذا يجد إشارة إلى هذه القضية. نعم. أحسن الله إليكم، ولعل في هذا يعني كفاية حول هذه السورة العظيمة سورة قريش. أدعوكم مستمعي الكرام بعد شكر الله عز وجل وشكر ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أدعوكم للاستماع للفقرة التالية. هدايات السورة، هدايات السورة مع الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حياكم الله أيها الأخوة المستمعين الكرام إلى هذه الفقرة بعد أن استمعنا إلى ما عرضه فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار حول سورة قريش. الآن هدايات هذه السورة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري وفقه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه السورة تذكير من الله عز وجل بنعمته على كفار مكة أو على قريش بالذات، كيف أن الله سبحانه وتعالى آلفهم وسخر لهم ويسر لهم هاتين الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن لأجل التجارة وجلب المؤن والأغذية، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والحاصل والنتيجة أنه يجب أن يسخر هذا كله في طاعة الله وأن يكون سببا لاعتراف العباد بأن الله هو الواحد وأنه هو المستحق للعبادة دون من سواه. ولذلك قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، هذا هو المقصود الأعظم من ذكر هذه من هاتين الرحلتين وذكر هذه النعم على العباد، وهو أن يعبدوا رب هذا البيت. وتأمل كيف قال فليعبدوا رب هذا البيت ليذكرهم بالربوبية التي من مقتضاها ومن لازمها أن يكون مربيا لهم بالنعم ومتفضلا عليهم ومحسنا إليهم
وأنه سبحانه وتعالى قد بدأهم بالنعم قبل أن يسألوها وقد لطف بهم ورحمهم، فواجب عليهم أن يؤدوا شق تلك النعم بعبادة الله وحده. وهذا النوع من الاستدلال كثير في القرآن، وهو ربط الأمر بعبادة الله عز وجل بالتذكير بنعم الله جل وعلا. في أول القرآن قال الله عز وجل الحمد لله، ثم قال رب العالمين، يعني نحن نحمد الله ونثني عليه ونوحده ونعبده، لأنه سبحانه هو رب العالمين، مربيهم ومالكهم والقائم عليهم والذي يعطيهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم وبيده جميع أمورهم، فهذا أمر يجب على العباد أن يتنبه له. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر من النعم نعمتين عظيمتين يجب على العباد أن يشكر الله عليهما أعظم الشكر، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالمسلم يجب عليه أن يتذكر هاتين النعمتين، فإذا كان بطنه قد امتلأ من نعم الله عز وجل وقد أمن في بيته فلا يخاف لا سارقا ولا عدوا ولا مجتاحا لبلده أو دويرته، فإنه في هذه الحال قد اغتنم أو اغتبط أعظم النعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فتذكر هذا يا عبد الله، وإياك أن تشترط على الله عز وجل أو تقول لماذا فلان يرزق كذا وأنا لم أرزق مثله، ولماذا يعطى فلان كذا وأنا لم أعط مثله، وفلان أعطي وأعطي وأعطي وأنا لم أعط مثل ما أعطي فلان. تذكر أنك متى كنت شبعان وآمن ومعافى في بدنك، فهذه هي أصول النعم، وما فاتك إنما هو من التحسينات والكمالات التي لو ذهبت لم يضرك، واعلم أنه لو ذهب منها شيء فإن الله قد أعطاك عوضا عنها أشياء أخرى هي أصلح لك وأنسب لظرفك. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا مستمعي الكرام بالقرآن العظيم. شكر الله للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري هذه الوقفات مع هذه السورة العظيمة سورة قريش. والآن ندعوكم إلى الفقرة التالية من المكتبة القرآنية. من المكتبة القرآنية مع الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. مرحبا بكم أيها الإخوة إلى هذه الفقرة، وأرحب أيضا بضيفها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله يا دكتور يوسف. ماذا أعددتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام من كتاب؟ كتابنا اليوم هو خلاصة البرهان في اختصار وترتيب إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. وكتاب خلاصة البرهان هذا لمؤلفه الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، الأستاذ في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني كتاب مشهور، بل هو أشهر كتاب في إعجاز القرآن، ومؤلفه رحمه الله توفي سنة 403 من الهجرة، وهذا الكتاب يعتبر عمدة فيما يتعلق بإعجاز القرآن، ولكن يعيبه الإطالة وتشتت الحديث عن المسائل المتشابهة في مواضع متفرقة. ولذلك قام المؤلف الدكتور محمد العواجي في كتابه هذا خلاصة البرهان في اختصار وترتيب إعجاز القرآن باختصار هذا الكتاب وترتيبه، وقام بجمع المكرر عن المسألة الواحدة في أقرب مواضعها في الكتاب، واستغنى بالنص الأشمل من النصوص المتكررة في المسألة الواحدة، وأيضا حذف المسائل غير المتعلقة بمسألة الإعجاز من وجهة نظره كالمسائل الأشعرية والفلسفية وهي قليلة، وقد تناولها بالمناقشة في كتابه الملحق بهذا الكتاب وهو كتاب الإيجاز بمنهج الإمام الباقلاني في الإعجاز. وأيضا حذف الاستطرادات البلاغية والأدبية مع الإبقاء على النتيجة وملخص الكلام وما يربطهما بالكلام على الإعجاز، وأضاف عناوين لتحديد المسائل التي يناقشها المصنف رحمه الله وأبرزها في هذا الاختصار. عناوين وفهرس لها؟ نعم. أيضا لم يدخل في النص الأصلي لهذه الخلاصة سوى كلام المصنف، فكل ما هو موجود في كتاب خلاصة البرهان هو نفسه بنصه
كلام الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن. أيضا أبقى تعليقات المحقق للكتاب وهو السيد أحمد صقر رحمه الله، لأنه علق تعليقات على الأصل وهو كتاب إعجاز القرآن الباقلاني، علق تعليقات مهمة أبقاها المختصر أو الدكتور محمد العواجي، وذكر التعليقات التي يعني كتبها هو وميزها بإشارة. أيضا هو ذكر طرف موجز من ترجمة الباقلاني، وألحق بالكتاب كتابا آخر سماه الإيجاز بمنهج الإمام الباقلاني في الإعجاز. فنحن في الحقيقة نذكر اليوم كتابين في كتاب واحد. جميل. وهما مطبوعان في مجلد واحد، خلاصة البرهان في اختصار وترتيب إعجاز القرآن، ويليه نعم ويليه الإيجاز بمنهج الإمام الباقلاني في الإعجاز، وقد تكلم فيه بكلام رائع جدا في ترجمة الباقلاني، ثم أيضا تكلم عن منهجه في إعجاز القرآن وأبرز عناصر تقييم العلماء لهذا المنهج. أيضا تكلم عن إعجاز القرآن عند الباقلاني في كتبه الأخرى غير كتابه الإعجاز هذا، زي ككتاب الانتصار للقرآن الكريم وغيرها. ثم أيضا تكلم بكلام جميل في المبحث من مباحث الكتاب عن العلاقة بين الإعجاز والمذهب الأشعري عند الباقلاني، وأيضا ختمه بخاتمة ذكر فيها أبرز النتائج والتوصيات من بحثه. فهذا الكتاب على وجازته، وهو بالمناسبة من نشر دار الميمنة في المدينة المنورة، وهي دار للنشر والتوزيع في سوريا، وأيضا هو يباع ويوزع في المدينة المنورة ويباع في الرياض وفي غيرها من المكتبات. والكتاب ليس كبيرا، يعني هو الكتاب في كم حجم الإيجاز اللي هو الإيجاز هو يعتبر كتاب الخلاصة تقريبا في 150 صفحة، وكتاب الإيجاز في 160 أو 140 صفحة، يعني خلاصة الكتاب أو مجمل صفحات الكتاب 264 صفحة. فهو سهل ويمكن للباحث وغير المتخصص أيضا أن يقرأه في جلسة واحدة، ويلخص من خلاله كتاب إعجاز القرآن الذي يعتبر من أهم الكتب التي صنفت في إعجاز القرآن، خلاصة البرهان في اختصار وترتيب إعجاز القرآن. إذن هو كتابنا للدكتور الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، الأستاذ بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. جزيتم خيرا دكتور عبد الرحمن على هذه الخلاصة عن خلاصة البرهان في اختصار وترتيب إعجاز القرآن للإمام الباقلاني، شكرا لكم. والآن مستمعي الكرام أدعوكم للفقرة التالية. مناهج المفسرين، مناهج المفسرين مع الدكتور خالد بن عثمان السبت، عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام. أرحب بكم وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. سنتحدث عن تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم الصنعاني. ولد ونشأ باليمن وارتحل إلى الحجاز والشام والعراق، وكان مولده سنة 26 و100، وقد عمر ودعا صيته ورحل إليه الكبار وكف بصره في حدود 200، وكانت وفاته في نصف شوال سنة 11 و200، وعاش 85 سنة. وهذا الكتاب جرى فيه المؤلف رحمه الله على الطريقة المعهودة في التفسير بالمأثور لدى المتقدمين، حيث يسوق المرويات المرفوعة وغيرها بأسانيدها في تفسير الآية، وفي ضمن ذلك الصحيح وغيره، إضافة إلى بعض المرويات عن بني إسرائيل، وذلك كله بطريق الرواية المحضة من غير تعقيب أو توجيه أو ترجيح لأحد الأقوال. وإذا نظرنا في كتب التفسير بالمأثور من حيث الاختصار أو التوسط أو الإكثار نجد أن هذا الكتاب من الكتب المختصرة، فهو يقع في 3 مجلدات يمكن أن تجعل في مجلد واحد، وقد حوى من الأحاديث المرفوعة ما يقرب من 50 و300 حديث، وفيه من الآثار غير المرفوعة ما يقرب من 203,000 حديث، ومجموع ذلك يبلغ 50,503,000 حديث، وذلك يعد قليلا جدا
عند مقارنته بما حوته بعض المصنفات في هذا الباب كما سيأتي. وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم سنة 1400 بعد 1000، والله أعلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلى هنا أيها الإخوة الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا بكم لقاء قادم بإذن الله تعالى، نسعد بتواصلكم على هاتف البرنامج 054-11-51-051. وإلى لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدايات قرآنية. وتعدد الأسماء كما يقول العلماء هو دليل على شرف المسمى. هدايات قرآنية. نحفل بهذه الثلة من الباحثين لنجول معهم في روضة علمية حول القرآن وأهل القرآن وسور القرآن. هدايات قرآنية. وهذا الكتاب من الكتب القيمة التي أنصح الإخوة المستمعين الكرام بالاطلاع عليها، وقد طبع في مجلد واحد. هدايات قرآن. يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون مع مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، إخراج محمد بن سعيد الشمري.